وصلت الفكرة دكتور محمد بالحديث عن سياسة القيادة الروسية تجاه أوكرانيا في مسألة القمح والمحاصيل الزراعية منذ بداية الحرب والتي تدخل شهرها السادس في الآن. هناك من يقول في أوكرانيا أيضا إن روسيا سرقت 4 ملايين من الحبوب الأوكرانية، ما صحة هذا الطرح؟ نعم سيد الكريم، وفق طبعا ما وثقته الأقمار الصناعية هنالك طبعا بعض السفن الروسية واسمها ماتروس سرقت القمح من موانئ خرسون ومن موانئ ماريوبل، وتم تحويلها إلى موانئ القرم المحتل لإخفاء الأثر. ولكن اليوم التتبع، يعني صراحة أنا أحيانا أستغرب من الغباء الروسي. اليوم لو أنت أردت أن تبيع علبة سردين دون شهادة منشأ يصعب عليك ذلك، فما بالك أطنان من القمح. هم طبعا نقلوه إلى ميناء سيفاستوبل وبعد ذلك تم التتبع بالقمح. مصر أكدت عندما وصلت الشحنات الروسية القمح الأوكراني المسروق ودخل إلى ميناء الإسكندرية، السفارة الأوكرانية أبلغت الحكومة المصرية بأن هذا قمحا مسروقا ومن سيشتريه سيدفع المبلغ مضاعف، أي أنه سيدفع لأوكرانيا ولروسيا السارق. فمصر رفضت الشراء فذهب إلى الأردن، وطبعا كان الرفض، ثم إلى لبنان وكان الرفض أيضا مع لبنان بحاجة إليه. كل هذه أثبتت في عملية السرقة. كذلك هنالك دول إفريقية فقيرة بها المجاعة طبعا وصلت بها شحنة قمح أوكرانية مسروقة، ورأينا كيف قامت الدعاية الروسية باستغلال هؤلاء المساكين، وخرجوا طبعا لهم لا يعرفون شيئا، خرجوا بشعارات ويحملون صور بوتين مقلوبة، وكانت عملية المهزلة. شعب طبعا أمام مجاعة ماذا سيفعل؟ هذه الأدلة اليوم وأوكرانيا قدمتها إلى المحكمة الدولية، وبالطبع سيتم التعويض. روسيا الهدف كما قلنا ليس فقط كما تدعي الناتو، إنما عملية السرقة والنهب والقتل. وهنا الاقتصاد، لأن أوكرانيا دولة اقتصادية مستقلة بنفسها، روسيا تريد تدمير أوكرانيا اقتصاديا. لماذا؟ لأنها كي لا تستطيع أوكرانيا الصمود في الحرب.